الزمن لانه انتهى والنقاط كثيره. اختم بكلمه واحده بس، يا سودانيين ويا مسلمين في العالم كله والسودانيين خاصه في البلد دي، اذا دارين ربنا يصلح لكم حالكم من عيش ودقيق ووقود وحاله اقتصاديه وما يكون في حروبات ونمنع بالامن وننعم بالامن والامان، عليكم تستقيموا على طاعه الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعكم تنجروا دين من راسكم، ما في حاجه اسمها مولد في الشرع، واخطر ما في المولد الشركيات اللي بيقولوها الصوفيه دي، وما في زول لعب بالاسلام في البلد دي وفي كل العالم زي الصوفيه دي اطلاقا ما في. ودي جبت انا الكتب الصوفيه كله خلاص، لكن زمن الصلاه وما دار يتكلم بعد الصلاه. شوف والله ما في زول لعب بالاسلام واكل بالدين ده زي الطرق الصوفيه في البلد دي وفي كل العالم، وهذه الكتب تشهد. نحن ما قاعد نقول كلام من راسنا. زول يقول انا مفاتيح الجنه في يدي ومفاتيح النار في يدي غلقتها، وادخل من اشاء الجنه وادخل من اشاء النار. دي الصوفيه، هذه الكتب، احنا ما قاعد نتكلم ساكت. والبرع يقول مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتتا الفلات القلب العود مفهوم. البرع قال تتا ده شيخ عندهم صوفي خلق من عود شجره خلق له بشر مرى، وربنا سبحانه وتعالى يبين انه ما في احد بيخلق الا الله سبحانه وتعالى. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. وده البرع يقول غير الله بيخلق، يخلق عديل. ابو لهب مش كافر؟ مش ربنا جابه في القران سيصلى نارا ذات لهب؟ ابو لهب ما قال غير الله بيخلق، لانه ده من توحيد الربوبيه الماء ضلوا فيه المشركين الكفار الاوائل في الجمله، البرع ضل فيه والليله والصوفيه كلهم. فيا ناس اتقوا الله، القبب دي، القبب دي سبب النكسه في البلد دي وفي كل العالم، لانه دي الاوثان ذاتها، القبب دي المبنيه على القبور بتاعت الصوفيه دي، دي الاوثان. بلدنا دي ملانه بالاوثان، ملانه فل بالاوثان، وربنا بيدمر الامم وبيجوعها، بيجوعها وبيجعل لها حروبات وعدم امن وامان بسبب الشرك والكفر ده. ربنا قال وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها، الاكل دنيان ده من كل ما رغدا من كل مكان، الله قال فكفرت بانعم الله، اشركوا بالله، فاذاقها الله لباس الجوع محل الرزق، الرزق الرغد الجبيل، والخوف محل الامن والامان الجبيل بما كانوا يصنعون. فده واقعنا، ما يغشك زول سياسي يقول لك الإناي والتضخم وحيث انه ما في انه في شرك في البلد. الناس لو خلوا الشرك حتاكلوا من فوق، والله يفتح لكم بركات من فوق ومن تحت. ولو ان اهل القرى باختصار شديد ده الحل، الحاله الاقتصاديه بتاعت ده الحل. الثورات مو جربتوها؟ كل الثورات جربتوها بالنص، وصورة خليفة وشنقيطي كلها جربتوها، نفعت؟ أسألكم بالله نفعت؟ وين الناس اللي كانوا بيقولوا مدنية؟ وينهم؟ الشخبة الحيط دي كلها وسخوها وعفنوها، وينهم؟ مش وين؟ ما عملوا أي حاجة، عملوا حاجة؟ ورطوا البلد دي زيادة. يبقى الحل ما في ثورة ولا غيره. يا ناس الحل في التوحيد. الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء فوق والأرض تحت، ولكن كذبوا فأخذناهم يعني عاقبناهم بما كانوا يكسبون بشي بيسووا. ده الحاصل كله، بس انتهى الموضوع. صلحوا التوحيد وعقيدتكم في الله، لا شيخ بيعلم غيب، لا فكي بدي الجنة، لا ستودع بتجيب الرايحة، لا شيخ طريقة مدلقن قاعد لجوا غرفة ملانة بخور وملانة عفن ده بيملك نفع ولا ضر، ولا زول دلقان مرمي تحت التراب رمة تحت بينفع أو بضر، لا بينفع لا بضر، كل الشغل ده بيد الله. إذا عقيدتنا بقت كده أبشروا بالاقتصاد الواسع، ولا محتاجين لأمريكا ترفع غايمة ترفعنا من غايمة الإرهاب، ولا دولار ينزل ذاته، ما محتاجين لدولار. والله لو وحدتوا الله، الله وعدكم يا ناس، الله وعدكم، مش أمريكا وعدتكم، الله جل جلاله وعدكم، إذا بس صلحتوا عقيدتكم في الله
الله بياكلكم تمام وبينعمكم تمام، بس ده الخلاصه. وده اخطر شيء في المولد الليله الشريك ده، فاتقوا الله. النسوان اللي بيمشي للفوكيا واللي بيمشي لشيخ الطريقه، عرفت كلامي؟ واللي بيمشي نفتح لهم الكتاب، والرجال اللي بيمشوا القبه وغيرهم، والطرق الموجوده دي تجانيه وسمانيه وقادريه، ياتوا حق الرسول اسا ياتوا، ما نقدر اعرف. مش الله قال درب الرسول واحد وان هذا صراطي مستقيم واحد بس؟ تجانية برهانية شاذلية قادرية سمانية ختمية رخينية عركية بادراب، صح ولا ما صح؟ حق الرسول هنا هسه ده ما دليل انه شغلهم ده ما حق الرسول؟ اذا كان هم مفرتقين كده و999 طريقة، معناته ده ما حق الرسول، لانه حق الرسول كم؟ واحد. بالراحة كده انت بتعاين كده بتعرف انه شغل ده غلط، ما عنده علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.